بالنسبة لو جينا الآن كيف احتوت تكون التسييس، ايش اللي يحصل في المفصل برانك الميجين او برانك الانفلاميشن؟ اولا برانك الانفلاميشن بيجي لنا يا اما عن طريق كيريز او تروما. الكيريز او التروما هذه بالاسلوب الاخير بسبب اللدغ نكروتيك في البلب، بتطور هذا الى ابيكال برودونتايتس. الابيكال برودونتايتس التهابات في نهاية البلب في البردونت الليجمنت المحيطه بالابيكس، بعدين بتكون يا اما بتحول الى اكيوت، اما الى اكيوت او كرونيك. الاكيوت ممكن تتحول الى برابيكال ابسيس، اكيوت برابيكال ابسيس في عندنا اللي هي الابيكال برودونتايتس في اكيوت، في منها في كرونيك. فالاكيوت ممكن تتحول لابيكال برابيكال ابسيس، والكرونيك ممكن تتحول نسميها برابيكال جرانلوما، تحول لبرابيكال جرانلوما. البريابيكال جرانلوما ممكن تتحول، الكرونيكا تتحول الى بريابيكال ابسيس، او ممكن تتحول الى سيست، او ممكن تتحول البريابيكال جرانلوما الى استومايلايتس، وكمان البريابيكال ابسيس ممكن كمان تتحول الى استومايلايتس. هذه الخطوات اللي ممكن يحصل فيها البريابيكال انفلاميشن. يعني البريابيكال انفلاميشن اذا قد يكون عندنا ابيكال بريودونتايتس، قد يكون عندنا بريابيكال ابسيس، قد يكون عندنا بريابيكال جرانلوما، قد يكون استومايلايتس، قد يكون بري ابيكال سيست. و طيب هذا الجدول الموجود عندنا بيوضح لنا اللي هو كيف بتظهر معنا الراديوجرافيكال ابيرنس بالنسبه للبري انفلاميشن في المراحل المختلفه اللي ذكرناها قبل شويه. في اول حاجه الانيشال اكيوت انفلاميشن اللي هو الاكيوت ابيكال بريودنتايتس، بيبدا معانا بتظهر معانا اللي هي الانفلاميشن، يحصل اكزوديت من البرابيكال اريا من البلب، يبدا اكزوديت وفلويدز تطلع الى البرودونتال ليجامنت سبيس. ايش اللي يحصل فيها؟ يظهر معانا راديوجرافيكالي عباره عن وايدنينج في وايدنينج في البرودونتال ليجامنت سبيس. يظهر الراديولوسنس لاين اللي كان معانا هذاك ثين راديولوسنس لاين، يحصل له دايلتيشن او توسع بالنسبه لللاين هذا والسبيس، ويظهر معانا ايش؟ توسع فيه. هذا في الغالب، او احيانا ما يظهرش معانا اي حاجه بالنسبه في حاله الاكيوت، زي هذه شايفين ان النورمال هنا، هذا اللي تكلمنا عنه، هذا النورمال ثين راديولوسنس لاين في الراديو بيك لاين. لكن تعالوا هنا بنشوف ايش بدا يظهر معانا، توسع في ايش؟ وايدنج في البرودونتال ليجمنت سبيس. هذا اول مراحل هي الاكيوت ابيكال برودونتايتس، ممكن تظهر كذا، وممكن في البدايه ما تكون عاديه زي بالشكل النورمال، لكن مع تجمع الفلويد هنا والاكزوديت ممكن تحصل معانا اللي هو وايدنج في البرودونتال ليجمنت سبيس. هذه المرحله الاولى. الثانيه استمر السبريد الانفلاميشن بدون ما نعالجها، ايش اللي بيبدا يحصل معنا؟ يبدا يحصل البون اللي هو اللامينا دورا، يحصل له هذا التكسر، البون سوكيت اللي هو الابيكال اريا يحصل له ديستركشن. وفي المرحله هذه او في الحاله هذه نبدا نشوف ايش؟ لوس في الراديو بيك لاين اللي هي اللامينا دورا في منطقه الابيكس، زي هذه الصوره شايفين الان بدا يحصل ديستركشن معنا في البون الموجود او سراوند ايش؟ ذا ابيكال اريا اللامينا دورا فيها. يعني بدات الخط اللي كنا قلنا كونتينيوس لاين راديو اوبيك لاين بدا يحصل له ايش؟ ديستركشن. هذه المرحله الثانيه لتطور اللي هو البرابيكال ديجن. طيب المرحله الثالثه اذا استمر الانفلاميشن معنا وبدون ما نعالجها، بنعالجها اندو ولا نعالج الانفلاميشن موجود، بيستمر الديستركشن والريزوبشن بالنسبه للالفيولار بون، بيحصل له ديستركشن، وبنشوف عندنا ايش؟ راديو لوسنس بون لوس في الابيكس، وبنشوف راديو لوسنس اريا في منطقه الابيكس، زي هنا شايفين الان بحصل راديو لوسنس اريا موجوده في الابيكس، وحصل تدمير بدل ما كانت اللامينا ديورا بس وحدها، حصل كمان استمر تدمير ايش؟ بالنسبه للبون، وهذا ديستركشن اللي حاصل في السراوند ذا ايش؟ ذا ابيكس اوف ذا توث. طيب هذا بالنسبه للاكيوت. طيب لو جينا للحالات الايش؟ الكرونيك، خصوصا لو كان عندنا بدا الكرونيك هذا لو جريد كرونيك انفلاميشن، يعني بدا من اول كرونيك وكان لو جريد، يعني في تروما بسيطه، انفلاميشن بسيط، بدا الدات كيريز خفيف، بدات الكيريز وبدا يمشي في خطوات بطيئه، فالجسم ايش بيعمل؟ بيحاول يدافع عن نفسه. هنا بيكون التدمير المينيمال ديستركشن بالنسبه للابيكال بون، بيقابله البون الديفنس سيستم الموجوده والمناعه الموجوده في جسم الانسان بتقاوم هذا لانه جاي بطيء. شوف لما يجي لكم زي انا بمثلها دائما، بيكون عندك سيل، لما يكون سيل قوي وجالك فجأة بيحصل لك تدمير للاريا نفسها، المكان بيدمره، بيدمر الجدران. لكن لو ما بيلحقش واحد ايش؟ يعمل له سواتر او حواجز بينها. لكن لو كان هذا عندنا احنا
سيل خفيف جاء بطيء، واحنا فممكن نعمل حواجز، نلحق نعمل حواجز نعيق اللي هو حركه تدمير اللي هو السيل هذا اللي بيحصل فيها. هي نفس الحكايه، لو كان انفلاميشن بطيء فممكن مناعه الجسم تقدر تقاوم هذا الدستركشن، وبيحصل ايش في البادي سيستم او ديفنس سيستم الموجود فيها، بيبدا ايش يعمل لنا، يكون بون سواتر او حواجز من العظم، سكلروزنج يعني سكلروزنج يعني بدا يحصل له كالسيفيكيشن سراوند ذا ابيكس، وبالتالي ايش بيعمل، بيمنع اللي هو الدستركشن اللي حاصل فيها. ايش بيظهر لنا بالمقابل، بيظهر معنا بدل في مكان اللي هي البون ديستركشن، بدل ما يحصل بون ديستركشن بيحصل معنا بون سكلروتيك يعني حول الاريا، ده يسموها سكلروزنج اوستيايتس، زي ما احنا شايفين في الصوره هنا، شايفين بدا يتكون عندنا كالسيفيكيشن، كالسيفيكيشن في الاريا في منطقه الابيكس، بدل ما يحصل عندنا ايش ديستركشن. طيب مع الاستمرار الانفلاميشن لو ما تعالجش، هذه نفس الحكايه في المراحل الاخيره في الكرونيك انفلاميشن، ايش بيحصل معانا؟ الاريا هذا البون اللي كان تكون معانا بيبدا يحصل له ايش؟ ديستركشن وريزوربشن، وبيحصل ابداع يحصل عندنا ايش؟ اللي هو وصل ما يتكون معانا سيست، بيبدا يحصل عندنا يعمل ريزوربشن او ذوبان للبون اللي او السكلوزنج بون اللي تكون هذا، وبيبدا يتكون معنا منطقه رادلوسنس محاطه بايش؟ بسكلوروزنج اريا، هذه اللي احنا شايفينها الراديو اوباسيتي الموجوده حوالي، يعني بيكون ويل سيركمسكرايب رادلوسنس اريا، وممكن تكون محاطه بسكلوروتيك بون اللي هي هنا رادلوسنس اريا ومحاطه بسكلوزنج بون موجود فيها. وهذا السكلوزنج بون بيكون هذه علامه من علامه السيست، زي ما تكلمنا سابقا في السيست، او بنتكلم عنها في السيست لاحقا للي ما خدوش محاضرات السيست. هنا هذا اذا 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 كان في بسط، زي ما اتفقنا زمان اذا في بسط تروح هذه الباسيتي الموجوده سراوند ايش؟ ذا برابيكال ليجن او برابيكال سيست. هذا الكلام اللي تكلمنا عنه قبل شويه في الجدول، وهذا الجدول هو يوضح لنا الكلام السابق اللي تكلمنا عنها. تمام، هذه اللي هي في الاخير اللي بتكون ايش عندنا سكلوزنج سكلوزنج يسموها سكلوزنج اوستيايتس، هذا الراد اوباسيتي. وبالنسبه لليجن الانفلاميشن او رادلوسنس، هذا اللي هنا بتكون تسميها بريابيكال جرانلوما او سيست، بتختلف حسب الحجم، اذا كان اكثر من 1.5 بنسميها ايش؟ سيست، واذا كانت اقل من 1.5 بنسميها ايش؟ اللي هي جرانلوما، بريابيكال جرانلوما. شايفين هذا المنظر هنا وايدنج في البرودنت.